تشارك دولة الكويت العالم الاحتفال باليوم الدولي للكلى في الوقت الذي بلغت فيه نسبة الزيادة السنوية لهذا المرض في البلاد والذين يحتاجون إلى غسيل للكلى نحو 10%. نعم، وفي محاولة لمواجهة هذه الزيادة يواصل مركز صباح الأحمد للكلى جهوده وإنجازاته الطبية، حيث شهدت العمليات الجراحية باستخدام تقنية الروبوت الآلي في المركز نقلة نوعية لعلاج الأمراض المعقدة والمستعصية. تعالت أصوات الأجهزة الطبية في غرف العمليات، عمليات جراحية قد تستمر لأكثر من 6 ساعات، هي ساحة للمواجهة. أبطالها أطباء الصحة في مركز صباح الأحمد للكلى والمسالك الذين أجروا أكثر من 450 عملية جراحية باستخدام الروبوت لأمراض معقدة ومستعصية. استخدام الروبوت الدافنشي في إجراء العمليات الجراحية الكبرى مثل الاستئصال الجذري للبروستاتا، استئصال أورام من الكلية أو استئصال الجذري للكلية، تعديل العيب الخلقي في الكلية، إعادة زرع الحالب في المثانة أو استئصال المثانة وغيرها من العمليات. فاللي يميز المركز أنه كان أول مركز يجري هذا النوع من العمليات من سنة 2014. للمركز دور جوهري خلال فترة الجائحة، حيث تم استضافة جراحين من مختلف المستشفيات العامة لإجراء عمليات جراحية اختيارية للحالات الحرجة الغير مصابة بكورونا من مختلف أنواع الجراحات. من يناير إلى ديسمبر 2021 تم إجراء 2270 عملية جراحية، 1300 منها جراحات المسالك البولية، تقريبا 970 جراحة عامة اللي هي لما يجوا الزوار من المستشفيات الأخرى لإجراء العمليات هنا كزوار لخدمة المرضى. طبعا هذا كان في فترة الجائحة. لما نشوف مثلا عدد الزيارات في العيادات الخارجية، تقريبا أكثر من 15,000 زيارة في الفترة ما بين يناير إلى ديسمبر 2021. مركز يضم مختلف التخصصات الدقيقة لعلاج أمراض المسالك البولية، ويجري عمليات دقيقة ومعقدة بتقنيات متطورة وفريدة من نوعها على مستوى المنطقة. أنا بالنسبة لي مثلا أجري عمليات اللي هي جراحات الإحليل، تضيق مجرى البول عند الرجال، نعالجها عن طريق عمليات تجميلية عن طريق رقعة من الفم لأن يكون المجرى أوسع. غير كذي عندنا هنا عمليات هم تمن بخصوص عمليات الضعف الجنسي والعقم. عندنا ايضا جراحات دقيقه للبروستاتا عن طريق الليزر وعن طريق البلازما، وايضا جراحات دقيقه للحصوات الكلى اللي هو الحين الحمد لله صرنا رواد فيها. احنا هني دورنا ايضا دور تعليمي، عندنا برنامج المسالك يعتبر مفخره من البرامج الموجوده في دوله الكويت. المركز يعتبر منارة ومنصة تعليمية دائمة لتدريب أطباء البورد الكويتي لجراحة المسالك وتدريس طلبة كلية الطب من جامعة الكويت. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.